هاجس يدق في مخي ونون وانا يالس مستانس بزمن الفرحة شخص على نفاسه حابس تكره الذكرى يوم ترد الواقع الحاضر ما تناظر اللي احتضنك ورباك طول عمرك بتكون له شاكر بس كيف اشكر ذرفت دموع لدمان ما لحقت قابله خبر رحيله سم دش قلبي انتشر لين حينه ياكله الوالد اللي ما كان من بينه ولا حتى صلة دم بس يفده دمي يقول لك جندي تحت رايتك تخدم ولا إلك واللي يبعدك بسبب انت واللي سويته فينا كلام رجل مفتخر يا الوالد يلي حول التراب الى مدينة يا كبر قلبه رغم كل الظروف مديدة للعالم مع كل طرف متفاهم لآخر يوم له كالم سالم غبت عن الدنيا بس بقلبي يحلف والله بتروح بوجودك في عيونا بهجة بفراقك ورثنا جروح مثال الرجل العربي وقدوة زرعت من وراها طموح باب الجنة قدامك بتطلع في وجهك مفتوح غبت عن الدنيا بس بقلبي يحلف والله متروح بوجودك في عيونا بهجة بفراقك ورثنا جروح مثال الرجل العربي وقدوة زرعت من وراها طموح باب الجنة قدامك بتطلع في وجهك مفتوح قلبي يحتار وسألني سؤال معقول الكثرة قدره قلت لو شبهته بالملاك خف أكون ما عطيته حقه رجل بفعاله ما تنساله خيره عيشنا في نعيم رغم المكانة والسلطة تلاقيه على البشر رحيم من يذكر موقف الوالد يوم واطن نشتكى من اللجار يوم فت بمكانه مستغرب تارسنا غضبه في عينه شرار وقال كيف مواطن هنا ساكن ويعاني من اللجار والقرار إنه يبني بيوت كل مواطن يملك له دار كيف كان أمي وهو اللي قرع قول الناس ورعاها قل لي كيف كان أمي وهو اللي كتب اسمع القلوب بقناعة إذا ربي بس أعطاني ساعة أنظر اللي غاب عني يا جماعة أموت مرتاح وأنا قلبي هادي ده أنا طول الوقت قضيها صياح أنت في القلب يا الوالد شوف مريت كم سنة سنين تمر على غيابك والشوق جرونا أشوف فيك البقعة يا باب الدنيا بس قلبي يحلف والله متروح بوجودك في عيونا بهجة بفراقك ورثنا جروح مثال الرجل العربي وقدوة زرعت من وراها طموح باب الجنة قدامك تطلع بوجهك مفتوح قطع الدنيا بس قلبي يحلف والله متروح بوجودك في عيونا بهجة بفراقك ورثنا جروح مثال الرجل العربي وقدوة زرعت من وراها طموح باب الجنة قدامك تطلع بوجهك مفتوح غبت عن الدنيا بس قلبي يحلف والله متروح بوجودك في عيوننا بهجة بفراقك ورثنا جروح مثال الرجل العربي وقدوة زرعت من وراها طموح باب الجنة قدامك بإذن الله فويهك مفتوح غبت عن الدنيا بس قلبي يحلف والله متروح ورثنا جروح باب الجنة قدامك بإذن الله فويهك مفتوح.